النوع الحادي عشر جوري أنظيم أفعال المقاربة. أفعال مقاربة، أفعال تسمى أفعال المقاربة ترفع الاسم وتنصب الخبر. هندي فعل كبيان دوتي أفعال مقاربة أم أفعالانا اسم خبريان بدو أدادي. اسم كيان مرفوعة وتنصب الخبر، خبرك شان منصوب لك. جاء من شن فعلي شلي ريا باس كردوا وكو عساو كادو كربو أو شكا أم شواري باس كردوا بلان إتري شي مثلا أميك أم ليرنية ناوا جعلوا طفقوا بدأوا حراوا أواني نهي ناوا بارحال مشهر أوي كوالي رباسي كبدو أون دباسكين. عسى زيد أن يخرج جال لي ريا بخوا همان عملي كان دكن أم شوار فعلي كام هناوني بوشي لقل أواني هناو بول لقل كانوا نظائر كاني باسي نكل دوا هو كاركي أوي لي ريا أتوانين بلين خبرك بردوام جملة فعلية، فعلك إيش فعل مضارعة وهند جار مصدر مؤول كأنه فعليش مضارعة يا هر فعليش مضارعة بتنياء وتخبر ليه ربص فعل مضارعة قال ليه به عسى زيد أن يخرج عسى فعليش ماضية مبنية للسر فتحيش مقدرة منع من ظهورها للتعذر ولا أفعال الرجاء باشا أفعال الرجاء وتبو الرجاء عسى لو أنا الرنجة هالك يقول إن شاء الله وش تفاد به رجاء دوايا بمقاربة زيد اسم عسايا مرفوعة وأنك مصدرية ناصبك ببو فعل مضارع وبو فعل مضارع بكاردي أن يخرج يخرجش فعل مضارع منصوب علامة نصبك شي ديارك فتحيش ديار الأخير وفاعلك شي هو بيك وأن يخرج مصدريش مؤولة لمحل نصب دبيت وخبري أو عساء أقربين لأخواروا تفاصيليش أقرب يدابي على النوع الحادي عشر أفعال المقاربة فعل مقاربة كديارة بوبيشان دوتي مقاربة أصلا شنك خبرك كان نزيك بيت دي باشا وهي أفعال تدخل على الجمل الإسمية أمانة شن فعلك عند سنسر جملة اسمية التي هي في الأصل مبتدا وخبر كالأصل ضم مبتدا وخبر بو تسمى أفعال المقاربة بيان دوتي أفعال المقاربة سميت بذلك الأمناوي لينداوي لأنها لبروي كوا ووضع للدلالة على قرب معنى واتدان داون لبروي كدلالة لسر نزيشي ماناي خبر يا خبر كان لكن لمسمى اسمها ترفع الاسم الذي هو في الأصل مبتدا اسم كان مرفوع دكان كالأصل مبتدأ بو اسمي أم شوار كلمة ويسمى اسمها وتنصب الخبر وخبرك منصوب دكان الذي هو في الأصل خبر المبتدأ يسمى خبرها أو كالأصل دا خبري مبتدأ بو ويساك في وتري خبري أم شوار أفعال وتختلف عن الأفعال الناقصة جواز شن لقل كان أوان فعل ناقصة كان بأن خبرها يكون جملة مضارعية لبروي خبر ليريا كلمة دوام لدواي أمتوار كلمة دائم بريتيا لفعل مضارع وهذا اسم دواي اسمك كخبرك دي خبرك بس فعل مضارع وهي أربعة أفعال أمتوار فعل معنية لو أنا عسى ويستعمل للرجاء بالرجاء هي وأخواستن كشتيك زوبيت دي نحو قالي عسى زيد أن يخرج الرنجة لو أنا زيد أن يخرج كدرشت أو ليركاتك اسم هاتبه جدو اي خبرك هاتبه عسى دل اعرب عسى زيد ان يخرج اعرابك عسى وثمان فعليش ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهورها للتعذر وتلس فتحيش مقدره تشكو فتحك ديارين لي عسى او الفيك بو كراوة ممدودة للمقصورة كوابه لو حالت دا ديارناك بي والافعال الرجاو مقاربة واسم رفع دكا وخبر نصب دكا زيد زيد اسم عسايا مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة في أخيره أن مصدري ناصبي للفعل المضارع يخرج فعل مضارع منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة في أخيره والفاعل أي فاعل شيا نعلم فعل المضارع ده فاعل يبيك فعلها بي يا يش هو تا أنت أ
أنا نا نحن يعني أجر نخرج أوهي نخرج أوهي بوشي ويبي برام ليري يخرج أو تعبير ضمير مستتير تقديره هو فاعل. والمصدر المؤول مصدر مؤولك كأنه فعل مضارعك في محل نصب لمحل نصب خبري عساء أو بوشي إعرابك بودك ريد بلا مقاتا لو بي أجر بلا عسى أن يخرج زيدون زيدك دو أبقى أن يخرج بيشقى أو كاتدرين عسى فعل ماضي مبني مهين فعل ماضي لأفعال الرجاء أو لكن هذا نوع الرجاء دلين تامة ليردة يجنا قصة اجتدانية قال لي بي أن يخرجش لمحل الرفع ده فاعلة يعني عسى خروج زيد رنق زيد دارش يعني قرب خروج زيد مرجو يعني هو كراوة كوا زيد دارش قال لو بي يعني أو شيوي كيساي ما أيلين أم إعرابي كبودكين أو كعسى دواي زيد بيت دواي أن يخرج فعل مضارعك مرف هنا كي بيت خبرك ناقوي أن يخرج بيش كوت بي دواتر كادمان هي كاد وقوي دلي كاد زيد يخرج لواني زيد درش كاد نزيكا يعني قارب زيد من الخروج زيد نزيكا لدرشون كادش لخواره ودلي وتستعمل للمقاربة بون نزيشية وقدلي كاد زيد يخرج لواني نزيك زيد درش إعرابي كاد زيد يخرج بكين كاد فعل ماضي من أفعال المقاربة يرفع الاسم يرفع الاسم وينصب الخبر فعل شي ماضي لفعل مقاربة كان بون نزيشي اسمك كبدوي دادين مرفوع دكا وخبرج منصوب دكا زيد اسمي كادي مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة في آخره يخرج شي فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة في آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره هو جملة فعلية كبيك ولا محل نصب خبري كادا يخرج أو إيش كادا وكادا أجر بكتب مضارع يكاد قرآن إيش بس وشانك له يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمع الذكر ويقولون إنه لمجنون أو بوشيوه دواتر كربا من هي يا كربا من هي ببي يعني أنا هم يقولون يا كربا بس ليه ربك كربا نسيبتي على كربا زيدني يخرج نزيك زيد درش مشان بون نزيشيا وتستعمل للمقاربة لخوار وباسكر دوا وقال لك كربا زيد يخرج نزيك زيد درش كربا فعل شي ماضي لأفعال مقاربة زيد اسمي كربا كمرفوعة يخرجش فعل مضارع مرفوع لم ترفع الضم الظاهرة الآخري وفاعله ضمير مستتر تقديره هو أو جملة فعلية يخرج بيك ودبيتا لما حلي نصب دبيتا خبري كربا دواتر أو شك معنى أو شك زيد أن يخرج أو شكش والأخوار دلو تستعمل للمقاربة بنزيشيتي بكاردين يعني نزيكا زيد كدرتشت كإعرابي كين بهمان شوي إعرابي بيشوا أو شك فعل ماضي لأفعال المقاربة وزيد دبيت اسمي أو شكو مرفوع على صر ضمة أن مصدرية ناصبة بفعل مضارع يخرج فعلش مضارع فعلش مضارعي منصوب بهوي أنا كوكتشو تسري حتما علامة نصب كاشي فتحيش الظاهرية لآخر وفاعل ضمير مستتر تقديره هو وجملة فعلية هن أنو يخرجك بيك ومصدرش مؤولة بيك ودبنا خبري أو شكل لمحل نصبة يعني لمحل نصبة خبري أو شكل دواتر دالة تمرين كان حلكة أو تمرين كم بين الأفعال أم أفعال أنيك ليريا دارتي روني كروا بين أفعال المقاربة في الجمل التالية وبين أسمائها وأخبارها وتنفع لمقارباني لون جملاني كدين جاي كولن يعني اسم خبرك الشيان كاد الشتاء ينتهي يقام شتاء كادي هنا بو مقاربة كبكار دهن به شتاء اسمك ينتهي فعل شي مضارعة فاعلك هو وهم جملة فعلية دبيتا خبر بو كاد لمحلي نصبة
كرب المريض يخرج من المستشفى، يخرج من المستشفى كرب ديسان علين فعليك بو مقاربة بكار دهندريا مريض اسمكيتي مرفوعة يخرج فعلي شي مضارعة مرفوع لسر ضمو فاعلك هو جملة فعليك بيك ودبنا خبري كرب لمحلي نصدا من المستشفى جار مجرورة دواتر أو شكل امتحان من هي أو شكل امتحان أن ينتهي أو شكل فعلي شي ماضية بماناي بمقاربة بكاردين دي امتحان اسمكيتي والامتحان مرفوعة أن ينتهي بيك وأنك أني مصدرية وينتهي فعلي شي مضارع منصوبة وفاعلك هو بيك شوى أو مصدر مؤولي أن ينتهي دبنا لمحل نصب دبنا خبري أو شكا عسى الله أن يأتي بالفتح من هادسا عسى برجاء واتل أفعال الرجاء الرجاء الله اسمي عسايو مرفوع على سفتحة أن يأتي ديسان أنا كمصدرية ويأتي فعلي مضارع منصوب وفاعله أن ينتهي مصدرش مؤول لمحلي نصب دبيت خبري عسى بالفتح جار مجرورة تمري دوم دلا يملأ الفراغات التالية بخبر الأفعال المقاربة مضبوطة بالشكل وتأم فراغان بركوب فعل مقاربة كان كواجن جاوب إلى قال كاد البرق يذهب بالأبصار طاو كاد البرق يذهب فعل شيء مضارع ك دبيت خبر بو كاد أو جملة فعلية برقش اسم كاد كيا أو شكل لص أن يسرق الغنم دلت نزيك الزكاكة يسرق الغنم ما بودانا وأن يسرق الغنم بيك وأن يسرق مصدرش مؤول ولا محل نصب خبري أو شكية مضاف بلا غنم غنم مضاف إليه كرب الصائمون أن يفطروا صائم اسم كرب مصدرش مؤول ما بودانا وكدبيت خبري كرب لمحل نصب عسى الطلاب أن يدخل القاعة بونمونا عسى كفعل شي ماضي هنا وما نطلب باسمكيتي أن يدخل مصدر شي مؤول لمحل نصب خبر عسى دواتر الله أعرب الجمل الجمل التالية لإعرابا مفصلا بإعراب شطاوتي أمانبك أو شكل الحاج أن يخرج إلى الديار المقدسة ألين أو شك فعل شي ماضي لأفعال مقاربة مبنية للسر فتح الحاج اسمكيتي منصوبة اسم أو شك منصوب علامة النصب به هنا اسم بلا مرفوعة مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة في آخره أن ناصبي مصدرية يخرج فعلش مضارع منصوب علامة النصب كيف فتحية وفاعل كشي هو أن يخرج بيكو مصدرش مؤول لمحل نصب دبيت خبري أو شك إلى الديار إلى حرف جر الديار اسم مجرورة دواتر مضافة بولاي مقدستي مقدستيش مضاف إليه دوميان الله كاد الغيم يعود خريك هورك دقارتوا كاد فعل ماضي من أفعال المقاربة دواتر الغيم اسم كاد مرفوع على سر ضميش ظاهرة في آخره يعود فعل مضارعي مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة في آخره وفاعل ضمير مستتر تقديره هو وجملة فعلية والجملة الفعلية في محل نصب خبر كادة خبر كادة أو بشيويشي قشتي بزو قلت من لسرتاوا الراستي أم تنها أم تشواري هنا وأقناش تكلم الزياترة مثلا أفعال مقاربة كدلالة لسر قرب وقوع خبر كادة كنزيك الربدا وكادة أو شك وكربة كليري هنا يوتي وفعال الرجاء من هي او جوية كوام وقوع خبرك هوا كراوة رجاء كراوة كبيوك وعسى وحراو اخلو لقو اوانا بس ام عسى هنا وافعال الشروع اش من هي كمني هنا ودلال لسر شروع دكا لعمل دا اواني زور نوغ انشأو اخذو طفقو على قو قامو اقبلو هبو اوانا ولا مقوت من او ني هنا وتنها امن دي لباس كدو بوي كصد عامل بكاو زياد لو نكات
يتر وش كوتاي بشي بيانزتا خدو بشي دوانزا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.